ولك شبك رايح جاي. خلاص أديبي قالت لي إنه صدقوا. الفت اسكتي لك شوي خليني أعرف فكرة. بس فهمني بشو عم تفكر؟ إذا مشان فريدة وأم نبيل لا يكن لك فكر، وهلا أنا شوي تاني بعمل لي نزيل عندهم. الفت التهي بجيرانك وتركيني فكر بهمي. طيب فهمني شو اللي شاغلك؟ لو فهمتك ما حتستوعبي. هلا هذا اللي طلع معك؟ طيب لا تفهمني. اخ يا راسي اخ، اخ يا راسي اخ. لك انت سبق قلت لك، سبق قلت لك اسكتي لك شوي خليني اعرف فكر. فهمني بسكت. اسمعي عم فكر انه الزباله كنز، ما لازم نترك هالكار، بس له مخاطر. شفتي شو صار معي؟ ومن جهة تانية كألفات مالي حابب أكل رزقة حدا، حرام. الله ما قاله. رجعنا مطيع؟ رجعنا؟ ولك حميد ربك، حميد ربك اللي ما مسكوك ونزلوا فيك قتل ولا أخذوك على الشرطة. هاي غير الفضيحة اللي كانت تصير بالبناية لو عرفوا أنك أنت المرة اللي كانت عم تنبش بزبالة. مطيع يعني برأيك صدقوا أنه أنت أما الأديبة؟ استغفر الله العظيم. ألفات انتي لطقي وحده بوحده. ها خلص تركيني بحالي.